يقال إنها جنية كبيرة الحجم للغاية، كانت تتربص للسفن بدوامات في الماء طمعاً بما يحملون من مؤن، فإن ألقوها بأنفسهم أمنوا مكرها وعادوا سالمين. قصة من التراث الإماراتي، لكن هذه الجنية تحكي قصة جديدة عن المستقبل الإماراتي. آيدكس 2023 أخرج الجنية الإماراتية إلى الضوء للمرة الأولى كطائرة مسيرة تفخر بها الصناعة العسكرية الصاعدة في البلاد. فما الذي يميز هذه المسيرة القتالية التي صنعت بأياد إماراتية ومواصفات عالمية؟ الجنية الشبح طائرة دفاعية هجومية تتمتع بقدرات تخفي عالية الدقة، طولها يقارب 10.5 أمتار وبعرض 6.5 أمتار. سرعتها تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة، ما يفوق قدرة الرادار على تعقبها ورصدها، الأمر الذي أكسبها استحقاق اسمها الجنية. ويمكنها حمل ذخائر تصل إلى 480 كيلوغراماً، أي ما يقارب النصف طن، ما يؤهلها لتلبية العديد من المهام العملياتية في البر والبحر. الجنية الشبح تقف ها هنا أمامنا صامتة، لكنها في المستقبل القريب ربما تحدث كثير من الضوضاء.